أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس كروندبرغ بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة وتأمل وزارة الخارجية توقيع الأطراف اليمنيه على الاتفاق والإسراع في تنفيذه وفق آليات محدده تفضي الى إنهاء الأزمة الراهنه عبر تسوية سلمية شاملة ومستدامه. وجددت الوزارة تقدير مملكة البحرين لجهود الأمم المتحده وللمساعي الدبلوماسية الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودورهما الحيوي في حث الأطراف اليمنيه على التهدئة والالتزام بوقف إطلاق النار وتغليب الحوار ودعم التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية أممية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والنماء والازدهار